شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتعرض في هذا اليوم بإذن الله تعالى إلى جوانب من حياة الإمام السجاد. الإمام السجاد ولد على ما هو المعروف في الخامس من شهر شعبان في عام 38 للهجرة، وبناء على ذلك فقد أدرك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي على ما هو المعروف في 25 من شهر محرم الحرام في عام 95 للهجرة. والده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ووالدته سيدة يقال لها شهر بانو، وهي بنت أحد ملوك إيران الملك يزدجرد. كانت له بنتان جلبتا إلى البلاد الإسلامية. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه زوج إحدى هاتين البنتين وهي شهربانو لولده الإمام الحسين، وزوج الأخرى لمالك الأشتر. بناء على هذا مالك الأشتر يكون عديلا باصطلاحنا للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام الحسين تزوج إحدى الأختين ومالك الأشتر تزوج الأخت الأخرى. الشيء اللي يظهر من كلام بعض المؤرخين أن هذا الاسم ما كان اسمها الأصلي، اسمها الأصلي زوجة الإمام الحسين
والدة الإمام السجاد، ما كان اسمها الأصلي شهر بانو، وإنما هذا هو الاسم الذي سماها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واسمها الأصلي كان شاه زنان. الإمام أمير المؤمنين بدل هذا الاسم إلى شهر بانو. ويمكن، نحن لا نعلم العلل الواقعية وراء هذا التبديل والتغيير، ولكن من المحتمل أن من العلل في ذلك أن ظلال هذين الاسمين يختلفان. أحد اللفظين له ظلال معينة، واللفظ الآخر له ظلال أخرى. شاه زنان يعني سيدة النساء، الترجمة التقريبية شاه زنان، وهذا مجانب للواقع، لأن هذه المرأة مع عظمتها وجلالتها كما يظهر إذا واحد يراجع تاريخ، كانت مرأة جليلة عظيمة، ولكن مع جلالتها وعظمتها لا يمكن أن يطلق عليها هذا الاسم سيدة النساء، لأنه سيدة النساء في هذا الكون واحدة فقط، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، سيدة واحدة فقط، وهي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. صلوات الله وسلامه عليها. فلا يمكن أن يشاركها في هذا المقام وفي هذا المنصب شخص آخر أو شخصية أخرى. أحد، لا بأس أن نذكر هذا الشيء بين قوسين، أحد الإخوة قبل أيام سأل، قال إن البعض من الآخرين يستشكلون علينا، يقولون كيف تقولون أن فاطمة الزهراء صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين؟ هذا مخالف للقرآن الكريم، لأن الله يخاطب مريم يقول إن الله اصطفاك، أو هذا كلام الملائكة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن مريم الصديقة هي المصطفاة على نساء العالمين، فكيف تقولون إن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين؟ قلت له قل لذلك الشخص جوابين. الجواب الأول جواب نقضي، الأمة الإسلامية أفضل أو الأمة اليهودية؟ ياهو أفضل، اسأله. طبعا يقول الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية أفضل الأمم، هذا هو ما في شك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذن أفضل الأمم منه؟ الأمة الإسلامية. هذا مناقض لصريح القرآن على منطقك، لأن الله تعالى يخاطب اليهود، راجعوا سورة البقرة، قلت لي جيب القرآن
في أوائل سورة البقرة وطلع الآية أيضا، شاف الآية، الله يخاطب اليهود يقول وأني فضلتكم على العالمين، فكيف تقول أن الأمة الإسلامية أفضل من الأمة اليهودية؟ هذا شنو جوابه؟ الجواب نفس الجواب، هذا هو الجواب الأول، الجواب النقضي. الجواب الثاني الجواب الحلي، وهي أن اللفظ عندما يطلق أمثال هذه الألفاظ أمثال هذه الجمل تنصرف إلى ذلك المحيط وإلى ذلك الظرف، يعني عندما نقول الدولة الفلانية أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم يعني من زمان آدم إلى قيام الساعة، هذا معنى هذه العبارة؟ لا، عندما نقول أقوى دولة في العالم يعني في هذا الظرف، عندما نقول فلان طبيب هذا أفضل الأطباء في علاج العين مثلا، يعني أفضل الأطباء من عهد جالينوس إلى 1000 عام بعد إلى 10,000 عام بعد، هذا معناته؟ هذا مو معناته، هذا واضح. عندما نقول أفضل الأطباء في العالم يعني في عالمنا اليوم في هذا المحيط الذي نعيش فيه، فعندما الملائكة تقول لمريم أو الله يقول لمريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني أي عالم؟ يعني عالم زمانها، كما أن الله عندما يخاطب اليهود يقول وأني فضلتكم على العالمين، اليهود كانوا أفضل الأمم، لكن في أي وقت؟ في عالم زمانها، في ذاك المحيط، في ذاك الإطار، مو في كل عالم. هذا لا ينافي أن توجد هنالك سيدة أخرى هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. إذا تحبون تفصيل الروايات اللي ذكرها العامة، عندنا إحنا الشيعة كثير من الروايات عندنا في هذا المعنى، هذا وارد حتى في روايات العامة، راجعوا كتاب الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء للسيد شرف الدين رحمة الله عليه صاحب كتاب المراجعات، يذكر هنالك روايات العامة التي تدل على أن فاطمة صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذن شاه زنان سيدة النساء هي فاطمة، فلا يمكن أن يقال لامرأة أخرى مهما كان مقامها وجلالتها وعظمتها، لا يمكن أن يقال لها شاه زنان يعني سيدة النساء. فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أبدل هذا الاسم إلى اسم آخر يدل أيضا على العظمة والجلالة، ولكن في نطاق أضيق، ليس في هذا النطاق الواسع، في نطاق أضيق، فسماها شهر بانو يعني سيدة المدينة، مو سيدة النساء، لا، سيدة هذه المدينة التي نسكن فيها. بعد هذا العرض المختصر انتقل إلى موضوع آخر، وهو بعض الأدوار
التي اطلع بها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في تلك الظروف العصيبة، ظرف كله ثورات وانتفاضات. طبعا تعلمون في الدول الظالمة عندما تحدث هنالك انتفاضة أو ثورة، الدولة تضيق الخناق على الناس عادة في خلال سنوات محدودة، 5-6 سنوات، 5 ثورات حدثت في العالم الإسلامي ضد الدولة. الدولة تضيق الخناق، تشدد الخناق على الناس. ثورة عبد الله بن حنظلة في المدينة، يزيد أباح المدينة على أثر هذه الثورة وقتل الناس في المدينة، والإمام كان في المدينة صلوات الله عليه. ثورة عبد الله بن الزبير في مكة التي امتدت سنوات أو فترة طويلة، ثورة التوابين في الكوفة، ثورة المختار في الكوفة. على كل حال، الظرف الذي يعقب الثورات والذي يصاحب الثورات الظرف جدا عصيب، واحد ما يتمكن يتنفس مع هذه الظروف الصعبة القاسية. الإمام كانت له أدوار مميزة، من جملة هذه الأدوار تربية الموالي. احنا لتوضيح هذا الموضوع نذكر مقدمة قصيرة. الموالي عادة كثيرا أكثر الناس انحطاطا، أكثر الناس انحطاطا هم الموالي العبيد. انحطاط من الناحية الفكرية، انحطاط من الناحية العملية، انحطاط من الناحية الأخلاقية. الآن انتوا لاحظوا بعد مرور مئات السنوات، الآن احنا ما عندنا نظام العبيد، انتهى نظام العبيد ظاهرا، يعني فيما نعلم الآن في العالم ماكو نظام العبيد، ولكن اكو نظام الخدم. الآن انتوا لاحظوا الخدم، ما أقول كلهم، كثير منهم، كثير منهم مؤمنين متقين متدينين، نقل لي أن بعضهم يصلون صلاة الليل، اللي شبابنا كثير منهم ما يصلون صلاة الصبح، لكن هذا الخادم أو الخادمة صلي صلاة الليل. ما أقول كلهم، لكن الصبغة العامة، الصبغة الغالبة، الخدم الآن أنتوا لاحظوهم بالذات الذين يأتون من البلاد المتخلفة، هؤلاء بؤرة للعقد النفسية والمشاكل الأخلاقية. هذا رجل معقد، هذه امرأة معقدة. لماذا يقول العلماء لا تسلموا أولادكم بيد هؤلاء الخدم؟ لأن هذا الرجل فاقد للإيمان، فاقد للأخلاق، فاقد للضمير. هذا رجل معقد، هذه امرأة معقدة، هذا ما يمكن أن يربي من ولدك أو من بنتك ولد صالح أو بنت صالح. مو معلوم ما الذي يفعلون. الأشياء التي تنقل عن بعض هؤلاء، الرجل يجب أن يكون حذرا، ما الذي يحدث في بيته؟
العقد النفسية، الحسد، الإضرار الخفي بأرباب البيوت خفية، السحر، الدجل، الشعوذة، السرقة، الفساد الأخلاقي. كم من قضايا الفساد الأخلاقي حدثت في بعض البلاد على أثر هؤلاء؟ تشوفون هؤلاء شلون يعيشون، أي مستوى من الفكر، وما خفي علينا أعظم مما ظهر. بعض القضايا تنقل، شنو مسوي بالطفل، شنو مسوي بالأكل، شنو مسوي بالشرب. هذا في هذا العالم اللي وسائل الثقافة منتشرة، وسائل الإعلام منتشرة، هذا وضع الخدم. وضع العبيد قبل 1400 عام كيف كان؟ هؤلاء العبيد الذين جاءوا بهم من بلاد متخلفة، بالذات إذا هذا العبد ما إلى قيم، لا يؤمن بالله، إذا يؤمن بالله يؤمن باليوم الآخر أمره شوية أهون، أما إذا مشرك هذا لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر، هذا كيف يعيش؟ هذا العبد المنحط المعقد هل يمكن أن يتحول إلى ولي من أولياء الله؟ هل يمكن أن يتحول إلى رجل مستجاب الدعوة، يدعو الله سبحانه وتعالى والله يستجيب دعائه؟ ممكن؟ نعم، في بيت الإمام السجاد ممكن، مو في بيتنا. راجعوا رسالة الحقوق. وأما حق خادمك، حقيقة عجيب، رسالة الحقوق وثيقة يمكن أن نعرضها على العالم، كما أن نهج البلاغة وثيقة يمكن أن نعرضه على العالم، هاي مفخرة إلنا، نهج البلاغة، رسالة الحقوق. وأما حق خادمك، شوفوا الإمام السجاد شنو يقول صلوات الله عليه في هذا، مطبوع في تحف العقول، في بحار الأنوار، في غيرها من الكتب، راجعوا. نعم، في بيت الإمام السجاد هذا العبد الكافر أو المشرك أو المنحط يمكن أن يتحول إلى ولي من أولياء الله. لماذا؟ لأن الوجود ما يحتاج إلى كلمة، ما يحتاج إلى موعظة، الوجود له إشعاع، الوجود، وجود الإنسان له إشعاع. أحد العلماء كان يقول إذا دخلت قرية شفت أهلها مؤمنين متدينين صالحين عابدين مقيدين بالأحكام الشرعية، قطعا ابحثوا في تاريخ هاي القرية، أكو عالم متدين متقي كان في هاي القرية اللي ربى الناس على هذا المنهج. وإذا شفت قرية بعيدة عن الدين عن الأخلاق ما كان فيها مثل هذا العالم. الإنسان المتقي حتى إذا لا يتكلم بكلمة واحدة وجود له إشعاع. إحنا عندنا أنبياء ما كانوا مرسلين، نبي ما عنده رسالة للناس، ما يقول شيء للناس كرسول من قبل الله، شنو أهمية هذا النبي؟ لعل أغلب الأنبياء كانوا من هذا القبيل. هو هذا النبي وجوده في المحلة، سلوكه، نظره، هديه، سمته، هو هذا يؤثر في تلك المحلة، يؤثر في تلك القرية، يؤثر في ذاك المجتمع. الإمام السجاد صلوات الله عليه حتى إذا ما نطق بكلمة واحدة، وكان ينطق وكان يوجه، ولكن هو عمله، عبادته، سلوكه، تواضعه، كان يربي هؤلاء الخدم. قرأت في بعض المصادر أنه ما كان يستبقي الخادم أكثر من عام واحد. في آخر ليلة
أنا سامع بعض يقولون في ليلة عيد الفطر، أنا الكتب اللي قرأتها كاتب في آخر ليلة من شهر رمضان، هكذا مكتوب، كان يجمعهم هؤلاء الخدم ويتكلم معهم كلام حقيقة مؤثر، اقرأوا في البحر موجود. ثم بعد ذلك كان يعتقهم جميعا، وفي يوم عيد الفطر، هذا عجيب، في يوم عيد الفطر كان يعطيهم مالا حتى لا يحتاجوا إلى أحد من الناس، يروح يصير تاجر كاسب أي شيء، يقوم على قدميه، مو أنه يترك العبد. في كل عام عشرات أو مئات أو ألوف الإمام رباهم بهذه الطريقة، حتى تحول بعضهم إلى مستجاب الدعوة، مثل قصة سعيد بن المسيب وذلك العبد الذي ذهب إلى التل، وبمجرد أن رفع يديه إلى السماء وإذا بالسماء تمتلئ بالسحاب ويهطل المطر. ثم مرة ثانية يدعو بعد أن انكشف سره فيما بينه وبين الله، دعا أن يقبضه الله إليه، قال يا الله أنا ما أريد أعرف. عندنا في الحديث وكان غامضا في الناس، أولياء الله لا يحبون أن يعرفوا، لا يحبون أن تنكشف أسرارهم، وكان غامضا في الناس إلا بالمقدار اللي يضطر إليه. ثم دعا الله فقبضه الله إليه. هؤلاء كانوا ينتشرون في البلاد، الآن تشوفون مذهب أهل البيت في مختلف بقاع العالم، في إيران، في أفغانستان، في بلاد إفريقيا. من جملة العوامل المؤثرة هؤلاء العبيد الذين رباهم الإمام السجاد صلوات الله عليه. رأى الإمام كان عنده عبد ناداه ما أجابه، احنا عبدنا إذا ما يجاوبنا ونغضى وربما نقوم بما لا يرضي الله تعالى، هذا مو ملكنا، حتى إذا ملكنا الله ملكنا في حدود. ناداه ما جاوب الإمام، مرة ثانية ناداه ما أجاب، في المرة الثالثة قال له الإمام صلوات الله عليه لم لم تجبني، أو ما سمعت ندائي؟ قال نعم سمعت ندائك ولكن أمنتك. أحد العلماء كان يقول الأفراد الزينين عادة ينشأ حولهم بعض الأفراد الموزينين، لأن ما يريد يظلم فينشأ حول بعض الأفراد الموزينين، هذا كلام مفصل مو مقام شرحه الآن. فقال نعم سمعت كلامك ولكن أمنتك، ما أخاف منك، عبد ما يخاف من مولاه. فقال الإمام صلوات الله عليه الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني، أنا ما أخوف الناس، ما أرهب الناس، الحمد لله، هاي نعمة، هاي مو نقمة. هذا دور من الأدوار التي قام بها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وهنالك دور آخر جدا مهم، ولعل هذا الدور أهم دور قام به الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الدور هو إحياء قضية عاشوراء، إحياء قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه بخطبه بمواقفه. هذا بحث طويل مفصل يحتاج إلى مجال كبير، وما عدنا هذا المجال، أن الإمام كيف أحيا هذه القضية
مو أن الإمام كيف أحيا، الله كيف أحيا هذه القضية، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف أحيا هذه القضية، الإمام السجاد كيف أحيا هذه القضية. هذا بحث أتركه إلى مجال آخر. أنقل هذه القضية باختصار وأنهي بها الموضوع. كان هنالك رجل في كربلاء، هذا الرجل كانت له نوع من المشاركة في قضايا الإمام الحسين، نوع من أنواع المشاركة، رجل جدا متواضع، ولعل بعض الحاضرين هنا شايفين، جدا متواضع وعمل جدا متواضع، جدا لعله دون المتواضع. هذا الرجل في يوم عاشوراء كانت مساهمته، هنالك كانت تقام تماثيل تجسد بعض جوانب قضية كربلاء، وأول من مثل قضية كربلاء من هو؟ أول من مثلها قضية كربلاء تمثيل، أول من مثلها هو الله تعالى، في حديث راجع آدم عندما سأل الله سبحانه وتعالى عن الحسين، الله سبحانه وتعالى جسد له قضايا كربلاء بكاملها. فأول من مثل هذه القضية لآدم الله، لأول مخلوق فوق هذه الأرض. المحقق النائني رحمة الله عليه شيخ الفقهاء أفتى بجواز التمثيل، راجعوا فتوى العلماء المعاصرين له، كبار العلماء أفتوا بجواز التمثيل تقريرا لما ذكره المحقق النائني. على كل حال، هذا في يوم عاشوراء كانت تنصب هنالك خيام رمزية لخيام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كربلاء، لخيام عقائل النبوة. ثم هذا الرجل كان يأتي ويتقمص دور الشمر، يأتي على جواده ويلبس ملابس حربية كاملة مدجج بالحديد بكل بدنه على جواد، ومعه مجموعة من الرجال، ثم يأتون ويطوفون حول هذه الخيام. كان هذا العمل يجسد في الأذهان يوم عاشوراء، ولذلك ما كنت تجد في ذلك المكان إلا الباكي والباكية، بكاء عجيب، مو لفظ يقال، تصوير وتمثيل. فكان يأتي هذا الرجل على جواده مدججا بالسلاح ومعه شعلة نار، المهم ومعه هؤلاء الرجال يطوفون حول الخيام ثم يحرقون الخيام نارا، تمثيل لما جرى عصر يوم عاشوراء على بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. سنوات كان يقوم بهذا العمل هذا الرجل، نوع من المشاركة، نوع من أنواع المشاركة في إحياء قضية عاشوراء. بعد ذلك ذهب إلى إصفهان وبقي هناك ومات. الآن إذا رحت إلى إصفهان ودخلتم إلى الحسينية تجدون صورته معلقة بجوار صور كبار الخطباء، بجوار صورة الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه، والشيخ هادي الخفاجي، وغيرهم من أبطال المنبر. هذا الرجل المتواضع ذي العمل المتواضع صورته معلقة في الحسينية بجوار صوره. توفي في إصفهان،
رؤي في عالم المنام بهيئة حسنة وفي مكان حسن، فقيل له: ماذا جرى لك؟ قال هذا الرجل: عندما وضعوني في قبري جاءني سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقال لي: أنت مرتضى. كان اسمه مرتضى هذا الرجل الذي كان يجسد هذا الدور. قال لي: أنت مرتضى؟ قلت: نعم. قال لي سيد الشهداء: أنت الذي كنت تمثل دور الشمر في يوم عاشوراء؟ قلت: نعم. قال لي: أحب أن تمثل هذا المنظر أمامي. قلت: سيدي ومولاي، الأئمة صلوات الله عليهم يحبون هذه المجالس، الأشياء التي تحيي ذكرى سيد الشهداء، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هاي مظاهر إحياء الأمر. إحياء الأمر يعني شنو؟ هاي مظاهرة، البكاء، المجلس، التمثيل، هاي مظاهرة. قلت: سيدي ومولاي، هذا الشيء يحتاج إلى معدات، يحتاج إلى لوازم، يحتاج إلى جواد، يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى خيام، يحتاج إلى مشعل نار، يحتاج إلى رجالة. فقال سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: سوف نوفرها كلها لك الآن في القاب. يقول الملائكة أو من أمرهم الإمام، لابد كانوا ملائكة، ذهبوا وجاءوا بكل شيء. يقول: أنا فعلا لبست تلك الملابس اللي كنت ألبسها في عالم الدنيا، وركبت هذا الجواد، والخيام كانت منصوبة، وأخذت ذلك المشعل الناري، وأخذت أطوف حول الخيام، ثم أحرقت الخيام أمام سيد الشهداء. عندما أحرقت الخيام في عاشوراء، سيد الشهداء ما كان موجود، كان قد استشهد، ولكن الآن هذا تمثيل أمام سيد الشهداء. يقول: فحانت مني التفاتة إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فرأيت دموعه تجري على خديه. وقطعا الإمام إذا كان في ذلك اليوم كانت دموعه تجري على خديه، رأيت دموعه تجري على خديه وهو ينظر إلى ما جرى على بناته وأخواته وعقائل النبوة. يقول: ثم أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يعطى لي هذا المقام إلى يوم القيامة، وأنا مرتاح ببركة سيد الشهداء صلوات الله عليه. على كل حال، كل مساهمة، كل مشاركة في هذه الأمور المرتبطة بهذه الصفوة الطاهرة فيها أجر، فيها ثواب، ويمكن أن تكون وسيلة من وسائل الشفاعة عند الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.